حسين يا غريب. عودوا إلى رسول الله. شوفوا اليوم النبي في حالة من الحزن. الزهراء هالأيام حزينة. الإمام الرضا والله يا أحبة وأنتم وفقتم في حضور المجالس الحسينية. هاي الحضور تحتاج إلى توفيق. هذه المجالس حتى نحضرها أو نحضرها نحتاج إلى توفيق. نحن وفقنا لحضورها. الإمام الرضا يقول إن جدتي فاطمة تحضر في مجالس ولدها الحسين وتنظر إلى وجوه الباكين على ولدها. هاي كلها إشارات. مثل هالأيام الأئمة شجعوا على إقامة المجالس، على إقامة هذه المآتم، على أن نذكر الحسين ونبكي الحسين. الإمام الصادق كان يطلب من الشعراء أن يمدحوا الحسين، يقول لأبي هارون المكفوف: يا أبا هارون بلغني أنك تجيد الشعر. قال: بلى سيدي. قال: يا أبا هارون أسمعني شيء مما قلت. شوف الإمام ماذا يقول، يقول تجيد، ما يقول بلغني أنك تقول الشعر. يعني الإمام يطلب الجودة في خدمة الحسين. بلغني أنك تجيد الشعر. قال: بلى سيدي. قال: أسمعني يا أبا هارون. راح أبو هارون يقرأ: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية. الإمام قال: لا يا أبا هارون، كما تقرؤونه عندكم. يعني الإمام يريد منا أن يقرأ بصوت شجي وبكاء. فابتدأ أبو هارون يقرأ: امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفا ساكبة روية، بعد رضك بالجياد الأعوجية. هذا ذوق رفيع أنه أبو هارون يقول بالجياد الأعوجية. ليش يقول هالكلمة وهالذوق الأدب الرفيع؟ لأنهم لما أرادوا أن يطأوا صدر الحسين بالخيل، كانت الخيل تصل إلى جسد أبي عبد الله وتبتعد تحيد عن الجسد، لكنهم عند ذلك صاروا يعوجون رؤوس الخيل فما ترى أمامها فتدوس صدر أبي عبد الله. لذا يقول حميد بن مسلم: والله سمعنا تكسر عظام صدر أبي عبد الله. امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: ما لذ عيشون بعد رضك بالجياد الأعوجية. وابكي المطهرة للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. حسين